صحة شريبتكم وربي يتقبل صيامكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديثنا قياس. كل بلاد وكل مدينة إسلامية لازم تلقى فيها عادات وتقاليد خاصة بها في شهر رمضان، البعض منه نتشاركوا فيه مع بعضنا في برشا الدول العربية، والبعض الآخر تتميز به كل بلاد على روحها. والعادات والتقاليد هذه تقعد في ذاكرة الإنسان ومنحوتة في فكره ومخه لين يولي حتى بصغار صغاره، ويبقى عنده حنين للحظات هاكي اللي عاشها في رمضان وقت صغره. وإحنا الليلة بمناسبة انتصاف شهر رمضان المعظم، واللي إن شاء الله ربي يغفر لنا فيه ذنوبنا ويتقبل فيه صيامنا ويرحم فيه جميع المسلمين والمسلمات، بمناسبة ليلة النصف حبينا تكون حلقتنا لليوم على الطبال اللي يحضر في ليالي رمضان ويقيم الناس للسحور. خلينا نتفرجوا على الحكاية هذه ونرجو بعدها ونكملوا حديثنا. خير خير انت دور. ترقد ناش تخلي شكون يرقد؟ ماكش مستقينا علاه يا ولدي علاه؟ شنو علاه؟ واحد مازال كيحط راسه مقدم وانت جيت كسر راسه بالطبله نتاعك. كسركم روسكم بالطبله؟ هذه الطبله هذه هي عاداتنا وتقاليدنا يا حسره، هذه تخلقت من عهد جدودي وجدودك. نزلت غادي انت يا حاج، قالوا طبله قالوا عادات وتقاليد. اسمع نبى عليك، ما عادش تجي للناس هذا جمله. هكا لا اله الا الله. الله يسامحك وليدي، ايش باش نقول لك هكا؟ كل عام وانتم بخير. شنو هو توا؟ شنو هو توا؟ ما عادش تجي لنا جمله. يا سيدي الله يبارك، خلينا نخدم على روحنا في عمل الله. هاي خدم على روحك ولا صغرك. كل عام وانتم بخير، ربي يحييكم لامثالو داير ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. نعم عبد الله، سمحني بربي. اهلا وسهلا. سمحني لحظه اني جيتك. تفضل تفضل يا سيدي تفضل. كل عام وانتم بخير، يا ليله النص يا مبروكه، رب يحييكم الامثال. الله يتفضل. كل عام وانت حي بخير. بارك الله فيك. ريحان لي يامن. بارك الله فيك. تفضل. اي يعطيك الصحه. ايوه وانا حي بخير. حل لي يامك، ان شاء الله فرحه صغيراتك. زاد البركه. بسم الله. يا سعلي يا سعلي يا حلوه يا زلمه. تفضل تفضل. كثر خيرك. ريت جارك ايش عمل فيها؟ نبى علي قال لي الزنقه هذه ما عادش تعتبها. قال لك كلنا نقلق فيه. لا عيب علي. ريت عيب الدنيا كيفاش؟ عيب علي. هذه عاداتنا وتقاليدنا. قال لك شنو هذه الطاسه كلنا تقلق فيها بها؟ عيب علي. سموش ما عادته راهو. بالله. والله مو معناته. بلاش بيه. الله يهدي. تعرفش عن نفوس وممكن لحظات منرفز، الله اعلم به. الله يهدي. هاي كثر خيرك. عايشك يا سيدي، مرحبا بك. فرات صغيراتك. عايشك. كل عام وانت بخير. عيدك سعيده. ربي يحييكم لامثالو. يا ليت النص يا مبروكه، كل عام وانت بخير، ربي يحييكم لامثالو. يا سيدي هذا جاء للطبال وقال له اسكت علينا وما عادش حاجتنا بيك، وثم البورتابل يفيق الناس وتطبيلك ولا راهو تكسير راس. هو لما حل الشيء اللي فرح انه اكثر الناس فرحانه بالطبال وتطبيله، حتى ولو كانوا بالفعل ما هماش مستحقين ليه باش يفيقهم. اما لانه طبال رمضان قعد مربوط في ذهن الناس بايام هذا الشهر الفضيل وسحوره والجو الحلو متاعه، واليوم نسمعوا برشا ناس يتحسروا انهم يفتقدوا للطبال كيما كان جزء من رمضانهم وهما صغار. وبالنسبة للي عايشين البرة اسمعوهم واحكيوا معاهم، توا تلقاهم يبكيوا على أجواء رمضان ومنها الطبال بالدمعة الحرة. الطبال وبعض الحلويات كيما الزلابية والمخارق والمدينة اللي تتكساها بالضوء بالنسبة لشهر رمضان، صحيح ما هيش أمور متاع عبادة وفرض وسنة، ولكن الكلها تمشي مع أجواء الفرحة بشهر رمضان والاحتفاء به. وديننا دين فرحة ومحبة، ومدامة الأمور ما فيهاش معصية
الإنسان المسلم عنده الحق يتمتع بيها ويعيش معاها. وبالنسبة للي يتقلق من الطبال وإلا من غيرها من العادات الطيبة نقولوا له وسع بالك شوية وخلي الناس تعيش هالشهر الفضيل بكل تفاصيله وبكل لحظات فيه وسعادتك يا فاعل الخير. حديثنا قياس وفال الليلة، نتلقاو غدوة الليلة إن شاء الله في حلقة أخرى وحكاية جديدة. على خير وليلتكم زينة.